تبدو يا بيض. الحالة العليحة حالة اللي بيشيله فروخة لا بتنوم ولا الجو جاي بيحرق روحه. يا يا سلام. سلام. ف لا دي شوف شوف ايه الحالة العلي ايوه حالة اللي بيشيله فروخة لا بتنوم ولا انت الجو جاي كانك بيحرق روحه. دي يعني جمرية طبعا رمز لها بالجمرية، زي حالة الجمرية شالوا منها الفروخ شالوا بتاعتها. منها فراخ الصغير. ايوه حال العلي حالة حالة اللي بيشيله فروخ البشول وفروخة لا شالوا منها، بتنوم ولا الجو شال جاي منه بيحرق جناها، روحه. شال منه جناها. شوف الألم. وقال ايه؟ واصل الربع الثاني حالتي هي حالة البشول وفروخه تاني. الحالة العلي ايوه حالة اللي بيشيله فروخة لا بتنوم ولا الجو جاي بيحرق روحه. هي ما يعني دي قادرة تنوم، لا قادرة تنوم ولا إنها تجوجي ما بتدعي بعض. بتتعذب. طيب تملينا تملينا القصيدة. ده هي الآن دي مربوعة ناقص. هي مربوعة رباعية تقدر تقول. طيب ادينا نموذج ثاني من النماذج النوع دي. نموذج ثاني لواحد حبيبته مسافرة، فقال لها من يوم قلت يا نجمة غناي فارقة هبسأل منك السم والشموس الشارقة. فكان قالوا لي طيب وفي نعيمي غارقة لو طبقوا السماوات والأرض مي فارقة. ونفس الحيرة هو الطب والدكاترة علاجة وما في دنها الدم والحبوب بحاجة. كيف اتعافى والدرع قليبي وتاجة مي عارفاني زي الأكسجين بحتاجة. يا سلام. جميلة جدا أستاذ النور. هذا يعني هو في بده نماذج.